خليني اخذ وزير النقل لانه معنا عبر الهاتف. من مين عليك يا سيدي؟ معليك مساء الخير اولا واهلا بك في نبض البلد. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يمسيكم بالخير جميعا، واشكرك استاذ محمد على هذه الاستضافه الطيبه، وتحيه طيبه ايضا للمشاهدين الكرام ولاخونا سعاد حسن العجار من النائب العزيز والاستاذ عبد الرزاق الخشمان نقيب أصحاب الحافلات. ولكن في البداية اسمح لي أن أقدم أحر التعازي لذوي الطالب التي انتقلت إلى رحمته تعالى في حادث الباص الأليم اليوم، رحمة الله عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. طيب رحمة الله عليها بالتأكيد. معليك، في أسئلة واضحة اليوم أن كل المؤشرات كانت تقول بأن أصحاب الحافلات غير راضين عن هذا القرار، يحدث الاعتصام اليوم وتتخذ الوزارة قرارها بتعليق أو إعادة دراسة تجميد قرار 15 سنة. ما الذي حدث تفصيلا؟ هل تواصلتم مع الجهات المعنية في هذا السياق قبل اتخاذ القرار؟ نعم سيد العزيز، أنا بهمني أنه في البداية نرجع للتسلسل الزمني التاريخي لهذا الموضوع. حقيقة جذور عملية تخفيض العمر التشغيلي ابتدأت بعام 2008، بنية دخول حيز التنفيذ في عام 2012، وفي عام 2012 حصل اعتراضات وعلى ضوءها تم التمديد لخمس أعوام أخرى، ونمشي لل 2016 حصل اعتراض آخر وتم التمديد لعامين، وفي عام 2018 حصل نفس الشيء وبالتنسيق مع النقابة وقدموا اعتراضهم أو قدموا يعني شرح واضح في حينها بأنهم يرغبون التأجيل، وتم منح عامين ليدخل حيز التنفيذ بالتاريخ الأخير في نهاية هذا العام، نهاية 2020 بداية 2021. وحقيقة هذا القرار صدر من هيئة تنظيم النقل البري من خلال مجلس الإدارة، ولكي تكون هذه التعليمات مقرونة بحوافز جمركية وضريبية تم رفعه لمجلس الوزراء، وصدر قرار رقم 407/2008 ترتب عليه منح إعفاءات جمركية كاملة وتخفيض بالضريبة لتصبح 7% على وسائط النقل المستوردة و4% على وسائط النقل المصنعة محليا، وحتى الآن هذا ساري. هلا خليني بس أكد نقطة مهمة جدا جدا، احنا موقفنا كوزارة نقل وهيئة تنظيم النقل البري هو خلق التوازن، نحن نحترم المشغلين وهم جزء لا يتجزأ من منظومة النقل، ونحن نسعى أن نحقق بيئة عمل ملائمة لهم، ولكن أيضا بالمقابل في غاية الأهمية أن لا ننسى متلقي الخدمة والمواطن. يحق للمواطن أن يحصل على خدمة نقل آمنة و خدمة رقل المنتظمة، وهذا هو الحافز تبعنا قبل أي شيء آخر. وبالتالي إحنا اليوم بعد ما حصل الاعتراض وحصل يعني الإضراب اللي حصل مبكرا اليوم، مباشرة حصل اجتماعات في الهيئة مع الأخوان الذي يمثل أصحاب أو المشغلين، وأخذنا قرار بوقف القرار المتعلق باستبدال الحافلات والباصات المتوسطة لحين إعادة الدراسة. وبالتالي احنا كلفنا اليوم لجنة متخصصة لدراسة هذه المتطلبات بشكل موضوعي والنظر إلى الجوانب المالية والفنية والتشغيلية، وخلال شهر من بس اسمح لي أقاطعك معليك، احنا بنحكي عمالنا عن قرار اتخذ عام 2008، كان التطبيق 2012 حولنا ل 16، نقلنا ل 18، ومن 18 حولنا ل 20، وفي 20 هي مدور سنتين ولا ثلاث ولا سنة، يعني هذا صحيح. مجرد تأجيل، يعني هو مجرد تأجيل لا معنى له إن صح التعبير. نعم إذا كل يوم بدنا نأخذ قرار يصير اعتصام بدنا نأجله، مشكلة. إذا في قرار له دوافع وإله أسس واضحة، الأصل يكون هذا دافع للجميع بتغيير الحافلات، وإذا في إعفاءات وفي امتيازات هذا إيجابي يفترض 100%، وهذا ما نريده وهذا ما ندعو الجميع له. وإحنا حقيقة يعني نفتح أبواب الهيئة والوزارة على مصراعيها الآن لأجل النخوض بحوار يكون بين بناء بين جميع الأطراف، وأن نجد حلول وإن كانت خارج الصندوق فنحن نرحب بها من غير أي شك. يعني أنا بتوقع، خلينا نتوقع، شكلت لجنة، هل تتوقع تأجيل تنفيذ القرار لسنوات قادمة؟
احنا نتأمل من هذه اللجنة ان نصل الى قرار مشترك وتوافق ما بين وما بين المشغلين وما بين النقابة التي نحترمها ونحترم دورها. متى ستبدأ اجتماعات هذه اللجنة؟ مباشرة ان شاء الله. طيب انا بدي اشكرك كل الشكر الاستاذ خالد سيف وزير النقل، كنت معنا عبر الهاتف، جزيل الشكر.